لا انت ما شاء الله ادو كيسه تعال اوه تكلم عن عبد الرحمن بن خشمه الله والله يا رجل لو انهرج ما يحل بكره ابو خشمه والله اني اقولها في وجهه واقولها في قبل حتى الوالد والله اني يحبه ويعرف الشيء ذا وانه مكلمه الوالد خصيصا يقول عطيتك عبد الرحمن بكلمه وكلمه وعلمه اللي في خاطره ابو خشمان له جمايل والله واجد علي ما بين والله يجعلني في ذاك وكفو انت تستاهل انت اخو ما بين الجمايل بيض الله وجهك وجهك ابيض عباس لبيه